طفل هتشوفوه ده كمان سعج بالكهرباء وهو بيشرب المية من كولدير. وزي ما بقول لكم بنتناول معاكم هذه القضايا عشان بعض العائلات تنتبه وبعض المسؤولين ينتبهوا. احنا كنا بنلعب كورة هنا، بعد كده خلصنا خالص، بعد كده قعدنا هنا كلنا بنبص. هو راح، انا كنت رايح انا اشرب، قال لي لا انا احنا هنشرب. هو راح شرب، بعد كده ايه راح بيشرب من البوز، بيشرب عادي من البوز عادي، وراح حاطط ايده كده وكان بيشرب من البوز، عمال يعمل كده. راح الراجل اللي هنا، راح مسك الخشب المطر وبيها، وقع على الارض، ما نزل ميه من بقه كده، خدوه مشوا بقى على المستشفى. برضك فضل ماسك، واللص اللي اسمه لص عرفه، وهو بيضربه حتى الكهرب معاه برضك، انا هيتكهرب، لكن هو رجع على طول. واحد اسمه برضك محمد لما زقوا الاثنين خلوا يتكهربوا وهم بيضربوه، التاني ماسك في الكورجيل كده، يعتبر حضن الكورجيل وهو بيتكهرب. بعديها بيومين جم حطوها اللي هو الورق اللي هو الابيض ده، اللي هو الورق البلاستر ده، عملوها كله بعد كده شالوه. عملوه بعديها بيومين البلاستر ده، بعد كده شالوه خلاص. كل ده كان فيه اسلاك كتير، كان كل اسلاكه يعتبر بره. كنت جاي من عند النجار، فكنت شايل خشبه وجاي بيها كده، فاول ما وصلت عند الطريق الابيض في داخليه الشارع سمعت بقول اي جامد كده، فزمايله واقفين حواليه اللي اتصورت معاهم دولت، فبقول لهم يا جماعه شوفوا زميلكم ماله، فما حدش رد عليا، فروحت لباب الاستعطاف بحط ايدي عليه، فلقيت نفسي اتكهربت، فبسرعة ندهت على جيراني والناس ديت، وبسرعة بالخشبة رحت شايله، فشلته نزل على الأرض، قعدنا نفوق فيه، فطبعا كان ما حدش، قعدت أقول تنفس صناعي تنفس صناعي أو أي حاجة أو عربية، على ما الناس كلها ملخومة وحاولوا يفوقوا فيه، فكان طبعا على ما وصل المستشفى كان أمر الله نفس. كل المشوار إن تقريبا عيل لعب في خرطوم المية نزله على موتور التلاجة، فعشان كده سبب ماس الكهرباء، لان هو مفيش اهمال، مفيش اي حاجه، هو كل مشوار اللي حصل بامانه الله. لان انا شفت لما فصلنا الثلاجه لقيت الخرطوم تقريبا حد من العيال شده او بتاع نزل على مطول الميه، يعني لا حد متسبب في حاجه ولا حد شاف حاجه، وده امر الله. هو وقع تقريبا ميت، وقعته كان ميت ورايح يشرب، كل دور شغال عادي رايح يشرب ومش حد خد باله منه الا بعديها تقريبا بدقيقه كده. كلها بتشرب من الكوندير، كلها اليوم ده كان كله بيشرب من الكوندير، احنا عن نفسنا كنا بنشرب منه، كان لسه قبل منه ناس بتشرب بس. وبعدين طفل يعني، الكوندير في الشارع هنعمل ايه الكهرباء؟ ما نعرفش الكهرباء ازاي، الله اعلم. انتظر الدكتور، اطلع قول ابنك صاحي او ابنك ميت، عمال انا وابني نقطع في نفسي هنا بره. المهم لحد ما بصينا لينا الدكتور، لقيت معايا انا واحد من عندنا من البلد هنا جوزوبتي، بيقول لي تعالى نشوف المصيبه اللي احنا فيها. فوالله الوكيل انا افكر في مصيبه حصلت تاني بره، ما فكرش. فطلعنا رحنا عند امين شرطه، قاعد صراحه الراجل عاملني بمنتهى الذوقيه صراحه، قعدت جنبيه فقال لي البقاء لله. فلما قال لي البقاء لله قعدت بتاع نص ساعه مغمى عليا كده، ما اعرفش الدنيا في ايه ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي صار، لحد ما بصيت لقيت فوت كبوا عليا ميه وبتاع، لقيت والدته جت وعماله تصرخ وما تصور. ما عرفناش نلم نفسنا عند المستشفى هنا لحد ما اتقضت الاجراءات بتاعته، وجبنا وجينا هنا بعد طلع الشمس من المغرب، بعد طلع الشمس وجبناهم. بس ويخلف علينا ربنا، يخلف على ابوه ربنا. شوفوا يا جماعه الموت المجاني ده زي ما بنسميه دايما موت مجاني، ليه؟ يعني لاتفه الاسباب. يعني الطفل ده يعني لا هو ما يعني
عنده خصم ولا عدو يعني، وبيشرب ميه يعني، فتتحول هذه المياه الى وسيله موت وتصعقه. ده كل دير ميه في الشارع. طبعا كل ده معناها انه في اهمال شديد، ودايما في هذه القضايا انا بقولها ليه؟ عشان الناس تنتبه، ما هو كان ممكن حد تاني يموت وممكن يحصل لحد تاني.